النهارده هنعمل لكم كفته عالميه ملهاش حل، كفته اقتصاديه ومكونات سهله جدا للناس بقى اللي عايشه لوحدها، العزاب، المغتربين، الناس الجميله دي، راجل او ست عشان ما حد يفتكرني عنصري. مكوناتها في كل حته في البيت، معانا لحمه مفرومه ولبن وبصل وطماطم وبهارات وملح وبيضه وفينو. ده مكون سري ده في الكفته. تمام؟ تابعوني. معانا هنا بوله هنقطع فيها الفينو قطع صغيره كده. تمام؟ ممكن رغيف، ممكن رغيفين على حسب حجم الفينو اللي انتوا جايبينه. ولو ما عندكوش فينو ينفع عيش شامي، ينفع عيش بلدي، ينفع اي حاجه، ينفع اي حاجه من الحاجات دي. دلوقتي على الفينو هنضيف كوبايه حليب. احنا هنستعمل الفينو ده عشان خاطر يدخل جوه الكفته. هنستنى بقى شويه كده عليه يتشرب. تمام؟ ونضيفه على بقيه المكونات اول ما يبوش. احنا بنخليه هنا يبوش من غير اي اضافات، هو فينو حليب بس، مفيش اي حاجه تاني. معانا هنا نص كيلو لحمه مفرومه هنضيفه في بوله كبيره. دي بصله متقطعه ناعم هصفيها من الميه بتاعتها ومش هرمي الميه بتاعتها لاني محتاجها. تمام؟ احنا عايزين الميه، ان الميه دي ده برضو من اسرار نجاح الكفته واللي هيخليها طعمها يروح في حته تانية. صفينا البصل، هنضيف بقى البصل نفسه على الكفته. هنضيف البصل على اللحمه بس انا شممها كفته من دلوقتي، اعذروني. تمام؟ وبرضو هنصفي الطماطم، معانا طماطمايه مبشوره. هناخد طماطمايه في نفس المصفى على نفس الميه بتاعت البصل كده اهو. بصوا هي تكات صغيره قوي دي اللي بتفرق في الطعم، بتخلي بتخلي طعم الوصفه يروح في حته تانية. اهو 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 كده كده. هنضيف الطماطم على اللحمه والبصل. عندي هنا بيضه. هوبا. هنا بهارات لحمه مشكله، بهارات سبع بهارات يعني، بهارات مشكله على حسب بقى انتوا بتجيبوا ايه منين. كده يعني دي يعتبر معلقه صغيره. عندنا هنا رشه ملح. تمام؟ هناخد بقى الفينو. بصوا بقى يعني بقى كرين. هنضيفه على اللحمه وبقيه المكونات. هنفضل بقى نعجن يعني لحد ما يبان للمكونات دي صاحب. ما تخافوش يا جماعه خالص من ان الفينو غير طعم الكفته، بالعكس ده هيديها طراوه كده ونعومه من جوه وقرمشه من بره، اللي هي القرمشه اللي مش بتاكل كريسبي، لا بتاكل حاجه فعلا حلوه طعمها حلو. وما تخافوش خالص خالص خالص. معايا هنا نص معلقه بيكنج باودر، ده اللي هيديها نفسه كده حلوه كده خالص. ومعايا نص معلقة فلفل اسود برضو عشان يزود الطعم. هنكمل عجن عشان كل حاجة تتجانس مع بعض. انا عايز اقول لكم ان ريحتها تحفة، ريحتها كفتة من قبل ما تدخل الفرن. بصوا بقى يا جماعة، مية البصل والطماطم هنضيف عليها، نضيف عليها معلقة زيت. تمام؟ معلقة زيت صغيرة كده بس. وهنصبع الكفتة على ظهر المعلقة. تمام كده؟ هنقلب دول كده ونعمل ايدينا كده وناخد حتة شقفة كده. بصوا ظهر المعلقة اهو اهو، هنشكل عليه. انا بالنسبه لي حجمها كده حلو جدا يعني، حتى لما تكش هتكش حاجه بسيطه هتدخل بقى الرغيف وهي مرتاحه. تمام؟ هناخد برضو حاجه كده من ميه البصل والزيت والطماطم ونبدا نشكل تاني. اهي كفتايه تاني. بصوا والنبي لاقي على الساعه، ما علينا، ركز معايا دلوقتي انت وهي. هندهن الكفته كده بالخليط بتاع البصل والطماطم والزيت.
تمام؟ هوب 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 هوب. انا عامل كفته يعني واحده كبيره واحده صغيره، مش مشكله يعني. اجتهدوا يا جماعه، اجتهدوا، حاولوا تعملوهم كلهم قد بعض. بصوا بقى يا جماعه الدهنه الخفيفه الجميله دي، سلام بقى لو في واحد مهندس ولا مهندسه هم اللي بيقوموا بالواجب ده، هتلاقي الكفته ايه بيعملوها بالمسطره. ودلوقتي دقت ساعه العمل على الشوايه، هنفتح الشوايه وهنحط الكفته، وكل 10 دقائق هنقلبها لحد ما تستوي خالص، لحد ما تاخد اللون الجميل ده. تمام؟ وادي الكفته بتاعتنا بالف هنا وشفا، ابتدت مزلزه شويه بس انا بحب الحاجات دي، انا بحب الحاجه تبقى مش مرتبه كده. هي شكلها حلو وريحتها حلوه جدا 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 والله، وطعمها تحفه. فجربوها معانا وهتنبسطوا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.